مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل، كاين كذلك يوم 16 نوفمبر اليوم العالمي للتسامح، وكذلك يوم 18 نوفمبر في هذه الفترة هو اليوم العالمي للفقراء. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتحدث عن الناصر بن شهرة. الناصر بن شهرة هو قائد وزعيم ومقاوم الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال القرن 19 ميلادي. إذن أحبائي، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الفئران الثلاثة. وش رأيكم عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وحنان؟ من حق الطفولة صحة علم حب وأمان. أمان أمان. إذا أحبائي، إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد مع عمو يزيد.